جائزة زايد لطاقة المستقبل، رؤية طموحة تجسد مفهوم التنمية المستدامة وتعزز جهود دولة الإمارات في إرساء ركائز التنمية المستدامة وحماية البيئة، وذلك باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من منظومة طاقة المستقبل. وتهدف هذه الجائزة السنوية إلى تكريم الإنجازات التي تجسد الالتزام بمعايير الابتكار والرؤية طويلة الأمد، وتعمل على تحقيق أثر ملموس في قطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. جائزة زايد لطاقة المستقبل هي جائزة الأكثر مثل ما يقولون مكانة عالميا في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، تهدف إلى تكريم الإنجازات الشخصية وإنجازات الشركات والقطاع العام والخاص في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة. جائزة زايد لطاقة المستقبل ستكون بمثابة قوة محفزة لإيجاد حلول مبتكرة للطاقة. هذه الجائزة المرموقة ستسلط الضوء على قضايا الطاقة المستقبلية والتي تشكل بعضا من أهم التحديات الملحة التي تواجه قادة العالم اليوم. وقد أسمت جائزة زايد لطاقة المستقبل في تحول الإمارات إلى مركز للتنمية العالمية في مجال الطاقة المتجددة، وذلك باعتبارها واحدة من أكثر الدول تطورا وتقدما فيما يتعلق بتكنولوجيا الطاقة النظيفة بالعالم. وتسلط الجائزة الضوء على قضايا الطاقة المستقبلية التي تشكل بعضا من أهم التحديات الملحة التي تواجه قادة العالم اليوم. أكثر من 1000 مشارك من أكثر من 100 دولة في هذا العام شاركوا في الجائزة، دليل على توسع الجائزة في استقطاب الأفراد والشركات للمشاركة وللمنافسة فيما يتعلق بالحلول المستدامة. هي جائزة سنوية بقيمة 4 ملايين دولار مقسمة على 5 فئات: الشركات الكبرى جائزة تقديرية، الشركات الصغيرة والمتوسطة 1.5 مليون دولار، الهيئات الغير ربحية 1.5 مليون دولار، والإنجاز الشخصي للأفراد 0.5 مليون دولار. وطبعا نحن ما نقدر أن نحن نكرم الإنجازات في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة بدون ما يكون في نوع من التشجيع والتحفيز للمستقبل واللي هم المدارس. وخلال السنوات الخمس الماضية قامت جائزة زايد لطاقة المستقبل بتكريم 21 فائزا من قارات العالم الست، ويتضمنون أشخاصا وشركات ومؤسسات ومدارس، حيث قدموا جميعهم مساهمات قيمة وذات أثر ملموس لتأمين مستقبل أفضل وأكثر استدامة، وبلغت قيمة الجوائز المقدمة لهم أكثر من 14 مليون دولار أمريكي.